زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة أنه تم الإعلان امبارح عن حزمة قرارات للحماية الاجتماعية وتخفيف أثار الموجة التضخمية العالمية، وده بتوجيهات من السيد الرئيس. الإجراءات دي فيها زيادة رواتب وعلاوات وكمان معاشات وشهادات بنكية بفايدة تصل إلى 18%. حزمة ضخمة من القرارات هنتكلم عنها مع ضيفتنا الأستاذة أسماء رفعت، الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك. عايزين في البدايه كده نوضح للناس ونبسط لهم ايه اهداف هذه الحزمه، حزمه الاجراءات اللي تم اتخاذها امبارح. هي حزمه الاجراءات دي اتخذت علشان تساعد المواطن المصري ان هو يخفف من اعباء ازمه الصراع الروسي الاوكراني اللي احنا كلنا بنعاني منها سواء في مصر او في اي دوله تانية. هو طبعا الصراع ده بعيد عننا تماما في مكان تاني، في دولتين تانيين، ولكن الدولتين دول علشان هم دولتين كبار جدا واغنياء جدا بيصدروا علشان ينتجوا بينتجوا عشان يستهلكوا هم نفسهم وعشان يصدروا لبقيه دول العالم. فاحنا باعتبارنا دولة بتستورد منهم سلع أساسية اتأثرنا بموجات التضخم العالمية اللي حصلت، فالدولة عملت القرارات اللي حضرتك كنت بتذكرها دلوقتي دي لتخفيف عبء المعيشة على المواطنين بشكل أساسي. طيب أستاذة أسماء، يعني الدولة خصصت 130 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات التحديات الاقتصادية، خلينا نفهم الناس إيه هي التحديات دي وال130 مليار إزاي هيخففوا الأثار على المواطن؟ أنا يعني هبدأ لحضرتك وأقول إن الأزمة اللي حصلت بسبب الصراع الروسي الأوكراني دي أثرت على مصر في حاجة اسمها تدفقات النقد الأجنبي، يعني الفلوس الأجنبية اللي بتدخل الدولة والفلوس اللي بتطلع من الدولة. ففي ثلاث حاجات أساسية إحنا تأثرنا بسببهم. أول حاجة فاتورة الاستيراد بتاعتنا هتبقى أعلى. ليه؟ لأن الدول اللي أنا قلت لحضرتك عليهم دول روسيا وأوكرانيا بينتجوا القمح والزيوت والمعادن والبترول، هم طبعا بينتجوا حاجات كتير بس دول أهم أربع سلع بينتجوهم، والسلع دي إحنا بنستوردها منهم وبتدخل كمدخلات إنتاج في سلع تانية كتيرة. فإحنا لما بنستورد منهم السلع دي وهي سعرها زاد في السوق العالمي، يعني أي دولة تانية هتنتجهم وتصدرهم لنا برضو بسعر مرتفع، ده حاجة اسمها تضخم مستورد، يعني إحنا قاعدين كده والتضخم جالنا لغاية عندنا. فإحنا عايزين نقلل شوية من حدة التضخم المستورد ده. جه كمان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة، طب ده هيأثر علينا إحنا هنا في مصر في إيه؟ في استثمارات أجنبية موجودة هنا في مصر خرجت بسرعة من الدولة وراحت الدولة التانية اللي رفعت أسعار الفايدة علشان تستثمر فيها، وده شيء طبيعي إن الاستثمار بيبحث عن أعلى فايدة أو أعلى عائد ليه. طيب مش بس كده، ده كمان في تأثير على السياحة. إحنا كان بيجي لنا نقد أجنبي من السياحة، ما بقاش يجي لأن كان في نسبة كبيرة من السياح عندنا من دولتين برضو روسيا وأوكرانيا. إذا الصراع ده أثر علينا في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وإن الاستثمارات الأجنبية اللي كانت عندنا خرجت، والنقد الأجنبي اللي كان بيجي لنا من السياحة ما بقاش يجي أو اتأثر. فاحنا لو سيبنا السوق عندنا كده النقد الاجنبي عندنا بيقل او مهدد او معرض ان هو يطلع منه كتير، وما كانش متوفر الدولار عندنا في الجهاز المصرفي بسعره الحقيقي، بتظهر سوق سوداء، يعني بيفضل سعر الدولار يرتفع ولكن خارج الجهاز المصرفي. فجه البنك المركزي امبارح وسمح بتحريك سعر الجنيه ان هو يعكس قيمته الحقيقيه، يعني لو احنا سعر الجنيه دلوقتي المفروض يكون أقل من قيمته فهو سمح بتقليله، وده شيء طبيعي لأن احنا في سعر صرف مرن، فالمفروض إن الجنيه يبقى فعلا بيعكس قيمته، لما يزيد يزيد ولما يقل بفعل طبعا العملة الخارجية يقل. فجه القرار بتاع رفع الفايدة علشان يعوض التأثير ده. زي ما حضرتك قلت إن في بنكين، بنك مصر والبنك الأهلي، رفعوا يعني عملوا شهادات ادخار بفايدة 18%. صحيح. دي هدفها ايه؟ هدفها ان هي تجذب المدخرات من السوق وتسحب السيوله الزايده من الاسواق، يعني الناس اللي هي عندها قدره ان هي تدخر جزء من الفلوس اللي معاها تروح الجهاز المصرفي وتشتري الشهادات دي وتاخد فايده سنويه 18%. تمام؟ فده هيقلل من معدل التضخم، او نبقى وقفنا شويه تحجيم لمعدلات التضخم المرتفعه اللي بتشهدها الدوله. عظيم. يعني حضرتك دلوقتي بتنصحي الناس يا فندم انه اي حد كان معاه فلوس على جنب، قرشين كده على جنب زي ما بنقول، ان هو يروح يحطهم في البنك ويشتري الشهادات دي. هو طبعا مفيش نصيحه واحده هتنفع الناس كلها، لان كل واحد حسب طبعا مستواه الاجتماعي وظروفه المعيشيه وحجم الاستهلاك بتاعه. ولكن طبعا في نصيحه عامه ان احنا نرشد الاستهلاك وان هو يكون موجه للضروريات فقط، لان الانفاق الزائد ده بيعمل تضخم فاحنا بنرجع نتاثر بيه وبتتاثر الفئات الدنيا اكتر. فطبعا لو في اي حد معاه فلوس مدخرات
ويروح يستثمرها في البنك بالشهاده دي، اه طبعا لان الاعلى فايده كانت موجوده كانت 11%، فدلوقتي الفايده طبعا جاذبه اكتر للاستثمارات سواء المحليه او الاجنبيه. صحيح. يعني زي ما قلت لحضرتك البنك الفيدرالي الامريكي لما رفع الفايده فالاستثمارات الاجنبيه اللي كانت هنا خرجت، طب ما احنا عايزين نرجعهم تاني، فالشهادات دي وسيله ان احنا نرجع الفلوس اللي بره تاني اللي خرجت يعني، او ان احنا نجذب استثمارات اجنبيه اكتر. يعني استاذه اسماء زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من شويه انه في الازمه الروسيه الاوكرانيه الحقيقه عملت ازمه متعلقه اكتر بسلاسل امداد والسلع الغذائيه وما الى ذلك، فبالتالي انعكست مش بس في مصر، في العالم كله الحقيقه فكره ارتفاع الاسعار. بس لو هنتكلم تحديدا عن السوق المصري ففي بالفعل ارتفاع في بعض اسعار السلع. الدوله المصريه هي اتخذت حزمه من القرارات منها اجراءات ماليه خاصه بالمرتبات والمعاشات، رغم ان كان في بالفعل اصلا زياده مخطط ليها في شهر يوليو، لكن سؤالي لحضرتك يا فندم هذه الزيادات اللي تم تقديمها او تقديم موعدها لاول ابريل، شايفه ده قد ايه الى اي مدى بيساعد المواطن على التعامل مع هذه الزياده او ان هو يتعامل مع الوضع الحالي؟ هي كده الدولة بتتعامل مع المواطن يعني بمختلف فئته. يعني لو في مواطن معاه مدخرات زي ما قلنا عملنا له شهادات ان هو يروح يستثمر فيها، طب المواطن البسيط اللي هو عايز يصرف وعايز يعني هي الفلوس اللي معايا دوب على قد احتياجاته اللي هو بيعيش اليوم بيومه بالظبط، وبعدين لقى ان الاسعار بترتفع فاذا الدخل اللي معاه مش مكفي يجيب نفس اللي كان بيجيبه قبل كده، هيعمل ايه؟ فالدولة بقى خصصت جزء من المبلغ اللي هو 130 مليار جنيه ده خصصته لزيادة الأجور والمرتبات اللي هي كانت هتزيد في يوليو زي ما حضرتك قلتي، ولكن هي زودتها من دلوقتي وكمان عملت عليها حاجات تانية. يعني مثلا زودنا المعاشات 13%، أصحاب المعاشات هما مش بيجي لهم غير الدخل بتاع المعاش بتاعهم فبياخدوه وبيصرفوا فيه في السلع اللي هما بيجيبوها، لما السلع دي تزيد هيعمل إيه؟ هيتأثر، هيلاقي مستوى المعيش يقل، مش طبعا هتبقى قيمة مرتبه قلت حتى لو هي تبقى زي ما هي، لكن القيمة الشرائية أو القدرة الشرائية للمرتب اللي بياخده بتقل. مظبوط يا فندم، ده تأثير ارتفاع التضخم، فاحنا لما نزود له اللي هي الدخل النقدي اللي بياخده، يعني بدل ما كان بياخد مثلا 100 بقى ياخد 113، يقدر يجيب نفس الحاجات اللي كان بيجيبها بال 100 جنيه. تمام، عملنا حفظ اضافي شهري حسب الدرجه الوظيفيه من 150 جنيه ل 400 جنيه. في حاجه تانية العلاوه الدوريه اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هي كان المفروض تتصرف في ابريل سواء للمخاطبين او غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، تم يعني هيبدا صرفها في ابريل. في حاجه كمان الاعفاء الضريبي، الاعفاء الضريبي كان للاشخاص الطبيعي كان بيبدا من 24000 جنيه بقى يبدا من 30000 جنيه، يعني اي حد دخله كان اقل من 24000 جنيه في السنه ما كانش بيدفع ضريبي، لا ده كمان اللي دخلهم بيوصل ل 30000 جنيه في السنه مش هيدفع عليهم ضريبه الدخل يعني. تمام، فاحنا كده زودنا اللي بيروح لهم وقللنا الاستقطاعات اللي هي الضرايب اللي كانت بتروح لاقل شريحه خالص من الافراد. في حاجه تانية ان عملنا الدولار الجمركي، الدولار الجمركي عملناه ب 16 جنيه. يعني ايه الدولار الجمركي؟ يعني الناس اللي كانت بتستورد ما ينفعش ان انا مثلا بستورد النهارده كان ب 16 بكره 17 بعده ب 18، هلاقي نفسي ان انا مش عارف اعمل تعاقدات، السلع اللي كنت هجيبها هي نفس السلع بس سعرها زاد عليا لان انا محتاج الدولار، فكل يوم هروح اجيبه بسعر مختلف عن السعر التاني. فبرضه الدوله قالت عند استيراد السلع الاساسيه او مستلزمات الانتاج سعر الدولار هيكون 16 جنيه. ده بيخدم بس الناس اللي بتستورد ولا بيخدمنا كلنا؟ لا بيخدمنا كلنا طبعا. يعني ده هيكون ليه انعكاساته طبعا على الحاجات اللي بنستوردها. بالظبط، لان هو كمان يعني اتفرض على الناس اللي بتستورد سلع اساسيه ومستلزمات انتاج، طب ما هي مستلزمات الانتاج دي لسه هتدخل تاني في انتاج سلع. صحيح. وبعدين تزيد بقى قيمتها ويزيد سعرها وارجع انا اشتريها، طب ما انا كده هشتريها بسعر مضاعف، لا كده احنا حددنا الدولار الجمركي علشان ما يكونش في فرصه ان السلع تزيد، هي كل الاجراءات دي بتحجم من معدلات التضخم المرتفعه. عظيم جدا. طيب استاذ اسماء، يعني حضرتك وضحتي كام نقطه كده مهمين للغايه، وهي فكره زي ما كنا بنتكلم زياده المرتبات للموظفين وزياده المعاشات، اتكلمنا كمان عن رفع وعاء الاعباء الضريبيه على الداخل، ودي نقطه غايه في الاهميه كنا محتاجين كمان نوضحها للناس اكتر.
دلوقتي حضرتك احنا كلنا بندفع ضرائب على الدخول بتاعتنا، مظبوط، بس مش كلنا بندفع زي بعض. يعني اللي بياخد دخل قليل بيدفع ضريبة بنسبة قليلة، واللي بيدفع دخل اكتر بيتنقل لشريحة تانية فبيبدأ يدفع يعني معدل ضريبة بنسبة اعلى. اول نسبة خالص دي بتكون معفاة، يعني اول ناس في اول شريحة الدولة ما بتاخدش منهم ضرائب خالص. اللي هي لحد مرتبه كام؟ كانت 24000 جنيه في السنة. يعني اللي دخله 24000 جنيه في السنة الدولة ما كانتش بتاخد منه ضريبة. عظيم. لا ده احنا من النهارده اللي دخله 30000 جنيه في السنة الدولة مش هتاخد منه ضريبة. يبقى انا كده زودت حجم الشريحة دي، دخل فيها ناس اكتر، كان في ناس بيتخصم منهم ضرائب، لا دول اتضموا للشريحة اللي تحتهم وما بقاش يتاخد منهم ضرائب. طيب أستاذة أسماء، يعني زي ما كلمنا هذه الإجراءات والقرارات طبعا هي في صالح المواطن عشان يقدر يتحمل الأعباء الاقتصادية اللي الحقيقة العالم كله متضرر منها، لكن في نقطة تانية هامة يا فندم وهي الاستثمار وجذب المستثمرين. لأي مدى القرارات ولأي مدى مرونة التعامل، مرونة الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية قادرة على جذب الاستثمار؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو أي قرار اقتصادي بيكون له شقين، شق إيجابي وشق تاني سلبي أو مش إيجابي، ولكن إحنا بننظر للقرار هل تأثيره الإيجابي أكتر فبيتم اتخاذه، لأن هو يعني كده هيعظم المنافع ويقلل الخسائر. فقرار رفع سعر الفايدة ده قرار مش في صالح الاستثمار، يعني أنا لو عايز أعمل مشروع دلوقتي هروح أخد قرض من البنك واستثمر أفتح مشروع، طب أنا هروح أخد القرض هلاقي الفايدة زادت عليا. فده ما بيبقاش عنصر جاذب ان انا اروح مع ذلك الاستثمار. مع ذلك يا فندم فعلا الفايده زادت في دول كتير جدا مش بس مصر. بالظبط كده. فعلشان كده ممكن يتم تحفيز القطاعات الانتاجيه زي قطاع الزراعه، قطاع الصناعه، المشروعات الصغيره والمتوسطه يتم تحفيزها بطرق اخرى مش يعني او حتى أو بالفعل. كمان دكتور مصطفى مدبولي امس تحدث عن انه يكون في كمان حوافز لجذب المستثمرين وسيتم الاعلان عنها. بالظبط كده. وهيبقى في برضو تعديلات تانية خاصة بالبورصة هيتم الإعلان عنها النهاردة. ولكن رفع سعر الفايدة ده بيجذب هي حاجة اسمها الأموال الساخنة أو الهوت ماني، اللي هي الفلوس اللي بتبحث عن عائد سريع. فالاستثمارات الأجنبية لما تجيلي، يعني لما ترجع تاني الدولة أو إن أنا أقدر أجذبها بالفايدة المرتفعة عندي دي، يعني ده هيظبط معانا حاجات تانية كتير، هيظبط سوق النقود هنا في مصر. وإن كان يعني الاستثمارات اللي هي الاستثمارات الحقيقية يعني اللي هتقوم يعني في الدولة أو اللي عايزين ياخدوا قروض أو كده دي هترتفع تكلفتها شوية. طيب أستاذ أسماء، عايز أتكلم مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، نصايح حضرتك للناس، الناس تعمل إيه دلوقتي؟ الناس على اختلاف شرائحهم. اتفضل حضرتك هتقول حاجة؟ بقول لحضرتك على اختلاف شرائحهم، عشان حضرتك بتقولي كل شريحة ليها تصرف معين أو المفروض تعمل حاجة معينة. بالظبط. يعني هو بصفة عامة ان يعني طبعا الفئات اللي هي يعني يدوب مثلا معيها احتياجاتها او كده، يعني ربنا يعني يعينهم على الحياة والظروف اللي هم فيها. كمان معلش انا ممكن اضيف حاجة كمان، ان في مبادرة حياة كريمة بتستهدف توزيع 1,000,000 كرتونة بمناسبة رمضان، دي هتكون موجهة للطبقات اللي هي يعني الأقل دخلا، يعني فدي هتساعدهم شوية على المعيشة. الفئات مثلا المتوسطة ان هي تحاول يعني تشتري في الضروريات وما يبقاش في تكالب على السلع او شراء سلع بهدف تخزينها، يعني او مثلا ده السلع دي هتقل فنجي نشتريها، لان ده ما حصلش في مصر خالص. حتى في اثناء ازمة كورونا، صح، لما الاسواق أزبط كلها قفلت، احنا هنا في مصر محدش سمع ان في سلع اساسية قلت يعني او ما كانتش متوفرة. فده سلوك خاطئ، وهو ده بيخلي الناس يعني هي اللي ترفع معدلات التضخم وهي اللي تعمل الزعر في الأسواق. كمان بنصح الناس ان هم ما يتوجهوش لشراء عملات أجنبية، بالعكس ان هم يستثمروا فلوسهم في العملة المحلية، وقدامهم البنوك المصرية عاملة الفايدة المرتفعة. ولأن احنا لما نزود الطلب على الجنيه ونقلله على الدولار احنا كده بنعلي من قيمة العملة بتاعتنا تاني، فده هيكون تصرف مظبوط برضو. بس يعني طبعا يعني احنا نشكر حضرتك الأستاذة أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.